يستقبلون العيد بالمصارعة وكسر البيض، أغرب عادات عيد الفطر التي لم تسمع عنها. في جزر القمر يتصارع الشباب والرجال في دورة للمصارعة في أيام العيد الثلاثة، تشمل جميع الجزر وتجذب جمهوراً واسعاً من الرجال والنساء على حد سواء. أما في بلادي الجزائر ففيها حق الملح. بعد الصلاة تستقبل المرأة زوجها بملابسها الجديدة والزينة وتقدم له القهوة وبعضا من الحلويات، وحينما ينتهي الزوج من شرب قهوته لا يعيد لها الفنجان فارغا، بل يضع فيه قطعة من الذهب أو الفضة تقديرا لزوجته ومجهودها طوال رمضان حسب استطاعته. فما رأيكم بهذه العادة؟ وماذا عن أصدقائنا في تونس والمغرب؟ هل عندكم نفس العادة؟ أخبرونا في التعليقات. أما في أندونيسيا فتحتفل أندونيسيا بعيد الفطر بأسلوب فخم، حيث يخبز الناس كعكة تقليدية مكونة من 1000 طبقة تسمى لابيس ليجيت، ووسط حشود ضخمة تدق الطبول وتشعل الألعاب النارية وتحمل المشاعل في الشوارع عشية العيد. وإلى اليمن ورقصة الطاسة، حيث يحتفل اليمنيون بزيارة بعضهم البعض، ويجتمع رجال القبائل في الساحات العامة، ويغلب على اجتماع الرجال مراسم حافلة بالرقص على أنغام الطبول لساعات متأخرة من الليل. ومن الرقصات الخاصة التي يؤديها اليمنيون احتفالاً بالعيد هي رقصة الطاسة التقليدية. وأخيراً من أغرب العادات التي يمكن أن تراها في العيد ستجدها في أفغانستان، حيث يحتفل الأفغان بعيد الفطر من خلال معارك البيض. أهوه بالضبط، معارك البيض، حيث تعتبر من العادات القديمة التي يتبعها الأفغان على اختلاف أعمارهم. تخيلوا أنهم يجتمعون في الحدائق ويحذرون معهم البيض المسلوق الملون، وتحاول كل مجموعة منهم كسر أكبر كمية بيض على المجموعة الأخرى. هل تعرفون عادات عجيبة غريبة أخرى؟ أخبرونا في التعليقات. وصح عيدكم.